ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل ومكملين معاكم تالت أيام عيد الأضحى. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبنحتفل معاكم بفقرات مميزة جدا. والنهاردة معانا مطرب شاب لسه بيبدأ خطواته، صوته مميز جدا واختياره للأغاني كمان واضح قوي إن هو عايز يمشي بخطوات معينة وثابتة. فاسمحوا لي أرحب بحسن عبد المنعم. ازيك يا حسن؟ أهلا بحضرتك. وكل سنة وأنت طيب. حضرتك تحب طقوسك إيه في العيد يا حسن؟ عادي والله، انا بس يعني دايما بيبقى العيد عندي شغل، فبحاول انا على قد ما اقدر ان اول يوم في العيد يبقى مع اهلي، طبعا اقضيه مع اهلي وبيتي وكده والدبح مع بعض. والحاجات دي طبعا طبعا, طبعاً. واخواتي واصحابي ونعيد على بعض وتمام، وبعد كده بقى ابتدي اخش الشغل. انت حضرتك عارف ان احنا اصلا شغلنا كله بيبقى في العيد. صح، حفلات بقى. طبعا حفلات بنبتدي بقى الشغل في العيد، فما ببقاش فاضي. فيه هو الموضوع عندي كله يعني. حسن تكلمني بقى ونعرف السادة المشاهدين بيك، عايز اعرف احترافك للغنى وحبك للغنى بدأ من قد ايه؟ والله احتراف الغنى بدأ من فترة يعني مش كبيرة قوي، مثلا يعني انا شايفها مش كبيرة، يعني مثلا من حوالي 9 سنين، مثلا 10 سنين، في الحدود دي. طبعا انا يعني كنت دايما بشوف ليا اخ كبير ما شاء الله ملحن جامد جدا، محمد عبد المنعم. طبعا ببعت له تحيه كبيره. طبعا طبعا واحنا بنقول له كمان كل سنه وهو طيب. كل سنه وانت طيب. فطبعا كنت بشوف محمد دايما قدامي، فانا حبيت الموضوع ده من خلال محمد. يعني من خلال محمد حبيت الموضوع ده، وشفته هو قد ايه بيحب الغنى وبيحب الفن، وموضوع موجود في دمه يعني. طبعا فهو بصراحه يعني اكتسبت ده منه. وانا كانت الموهبه عندي مش يعني كانت عادي، يعني الموضوع ما كانش في دماغي قوي ان انا ابقى مغني او انا ابقى كده، او انا كانش طموحي كده خالص. بس سبحان الله بقى هو ربنا رايد ان انا اخش في الموضوع ده، بس طبعا كان من خلال محمد. طب درست موسيقى ولا اخدت درست دراسات حره؟ بس انا بقى يعني ايه يعني ما اكتفيتش بكده يعني بالدراسات الحره، اكتفيت طبعا. الممارسه اهم من اي دراسه على فكره، يعني الموضوع الممارسه ده اهم من اي دراسه، اهم من اي دراسه. انا مارست كتير يعني، مارست غنى ورحت حتت كتير وسافرت مناطق كتير واتعلمت حاجات اصلا يعني خبرات على الدراسه يعني. طبعا بس اتليست تبقى فاهم البيسكس زي ما بيقولوا، او في الغنى المقامات يعني تبقى فاهم. طبعا ده كله سهل جدا، عارفه جدا طبعا، درسه كويس وبلعب بيانو كده برضو، بذاكر لنفسي على حاجاتي كده. هايل هايل. طب نسمع منك ايه دلوقتي؟ والله انا عامل ميني البوم من 6 اغاني. الميني البوم ده انا ركزت فيه جدا، يعني قعدت بتاع مثلا سنه ونص احضر له. يعني حاولت ان انا بس اجيب حاجه يعني ما تبقاش يعني مش عايز ان انا حاجه تبقى موجوده، او اعمل حاجه اقلد، او اعمل حاجه ما فيهاش ذوق. عايز حاجه فيها شخصيتك يعني. فيها شخصيتي، وغير كده ان انا احاول يعني على قد ما اقدر يعني اعدل الذوق سنه بسيطه مثلا، اللي هو لان مش كل الناس طبعا دلوقتي حابه اللي بيحصل في المزيكا يعني. فطبعا في اكيد ناس مش حابه الشكل ده، فانا حبيت اعمل شكل تاني اقدر من خلاله ان انا اوصل فن يعني شيك وكويس وفي كلمه. يعني انا عامل ميني البوم فيهم اغنيه مثلا اسمها عمرك ما هتعرف حد الا ما تعاشره بجد. كلام عادي برضو من على لسان الناس ومن على لسان اي حد يعني. صحيح. مثل طبيعي عندنا زمان كنا بنقوله، اللي هو انت عرفت حد؟ لا ده ما عرفتوش. طب انت عاشرته؟ يبقى ما عرفتوش. فانا قلت ان انت عمرك ما هتعرف حد الا ما تعاشره بجد، واللي انت فاكره طيب لما هتعرفه هتتخض. فحاولت ان انا اجمع يعني التجميعه دي يعني بين الشعبي وبين الستايل وكده، فالحمد لله يعني على قد ما قدرت. اوكي. طب ممكن نسمع منك حاجه دلوقتي؟ نسمع قصرت معاك. اوكي. قصرت معاك. اوكي. طب نسمع قصرت معاك. حسن اتعاونت مع مين في الالبوم ككلمات والحان؟ ميني البوم زي ما انت بتسميه. ميني البوم. اتعاونت مع ناس مش يعني مش معروفين قوي، بس لهم اعمال حلوه يعني، هم لهم اعمال كويسه، ان هم يعني بيعملوا حاجات قليله بس مؤثره. اوكي. يعني اتعاملت مع شاعر اسمه محمد سلام. اتعاملت مع شاعر كبير طبعا اسمه محمد البغا. اتعاملت مع شاعر اسمه صلاح مندي. في ملحن اسمه سيد راضي، ملحن شاطر جدا وكويس، عامل لي بتاع مثلا حوالي 3 اغاني في الالبوم. انا لحنت اغنيتين في الالبوم ده. هايل. لحنت اغنيتين يعني، هم دول اللي انا يعني حابب بقى التعامل اللي يبقى بيني وبين محمد اخويا في حاجه تانية خاصه بيه هو. اوكي. اكيد يعني هيبقى في تعامل بينك وبين محمد في يوم من الايام. طبعا يعني التعامل اللي بيني وبين محمد انا يعني حابب يبقى هو خاص بيه، حاجه يجي يقول لي مثلا انا عايز كذا، او انا شايفك في ده، او شايفك في الحته دي، او شايفك في المكان ده. ومحمد طبعا بيتبنى اصوات، اكيد هتبنى صوتك، انت اخوه برضه. والله انا كنت اصلا مش عايش هنا يعني، كنت عايش في الغردقه بقى لي فتره.
هو لما سمع الميني البوم وسمع الاغاني وسمع كده، واحنا يعني ما كانش نادرا لما كان محمد بيسمعني مثلا، نادرا لما كان بيسمعني فعلا بغني يعني، كانت الناس تقول له حسن بيغني وبتاع اه عادي. فهو لما سمع بقى ولقى الموضوع ان هو ايه، خد جديه وخد حاجه معينه، فجابني بقى من هناك وقال لي لا انت لازم تبقى موجود هنا عشان انت اصلا يعني مكانك هنا، وهو اللي جابني من هناك لهنا. يعني هو شجعك كمان يعني، مين اللي واقف جنبك يا حسن في الاول خالص وساعدك انك تحترف الغنى و... والله ده بدا من زمان جدا. انا كان ليا صاحبي اسمه ايمن، ايمن ده صاحبي يعني، يعني يعتبر اخويا زي محمد وهشام وشمس، يعني يعتبر اخويا بالظبط يعني، هو يعني هو الرابع بتاعنا او الخامس بتاعنا. فايمن واحنا بنعمل فيلم تخرج كده كان مطلوب مننا في انا خريج اعلام على فكره. فقال لي حسن انت بتغني كويس جدا. فانا اللي كنت بعمل مزيكه الفيلم الوثائقي كده. قال لي انت بتغني كويس جدا حسن وانت، فهو ابتدى يحط الفكره في دماغي. ابتديت ان انا يعني برضو ما حبيتش ان انا اروح اغني كده زي اي حد بيغني، ما ممكن تكونوا اصحابي فرحانين بيا او بيجاملوني او بيجاملوك او حاجه او اي حاجه يعني. ابتديت بقى اروح طبعا لناس فاهمه يعني، في عم جلال الحجار وفي عم جلال الحداد وفي الناس دي اسامي كبيره جدا، عم عزت علي، في ناس كتير قوي. الناس دي انا بقول عم لان هم فعلا عم. فهماني؟ هم فعلا يعني عم. ناس ساعدوك كتير. طب عايزين بقى نسمع منك حاجه تانيه، تختار تسمع ايه بقى لايف؟ اي مطرب انت تختاره، قديم جديد زي ما انت عايز. طب مش يعني نقول مثلا احنا نقول قديم شويه زي ما انت عايز، اتفضل. نقول حاجه قديمه؟ كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله، سنين بحلها مفاد جمالها على حب قبله. كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله، سنين بحلها مفاد جمالها على حب قبله. سنين مرت زي الثواني في حبك انت، وان كنت اقدر احب تاني 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 احبك انت. سنين مرت زي الثواني في حبك انت، وإن كنت أقدر أحب تاني 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 أحبك أنت. كل العواطف الحلوة بينا كانت معايا حتى في خصامنا، كل العواطف الحلوة بينا كانت معايا حتى في خصامنا. وازاي تقول انساك وتحول، وازاي تقول انساك وتحول، وانا حبي لك اكتر من الاول، اكتر من الاول. واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه؟ ده مستحيل قلبي يميل، ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا اهو، ده اللي مش ممكن ابدا. يا حسن عايز اعرف انت مخطط لنفسك لو معين من الغنى هتمشي عليه، ولا الاغاني اللي هتعجبك هتغنيها؟
الاثنين. يعني الاثنين انا مخطط لون كده انا واخده، اللي هو مثلا يعني انا برضو اصل الذوق العام احنا بنقيسه دلوقتي من خلال حاجات مش مفروض ان احنا نقيسه من خلالها. يعني مثلا احنا بنقيس مثلا الاغنيه ونجاحها ان احنا نسمعها في الشارع جديد، ما هو مش ده برضو مش ده المقياس يعني. ما في ناس كتير قوي ما بتشغلش الاغاني في ما بتسمعش الاغاني في الشارع، بيسمعوا اغاني في بيوتهم مثلا. فالفئه دي مش الفئه اللي احنا هنقيس عليها. فانا بحلم ان انا اعمل فن يعني يرضي ده ويرضي ده، يبقى مع ده يبقى مع ده، بس ما نوصلش للمستوى اللي احنا ساعات بنسمعه اليومين دول او الموجود. يعني ايه بقى المستوى اللي موجود اليومين دول اللي مزعلك قوي كده؟ مش مزعلني والله، انا مش زعلان، هو بالعكس هي حاجه يعني طالما نجحت وطالما الناس حبتها خلاص. بس في ناس بقى ايه بتزودها يعني بصراحه. يعني اي يعني مثلا احنا عايزين الفن مثلا يبقى الموجود، عايزين الفن يرتقي بالذوق لا اللي يقدر مثلا انت تشغليه مثلا ومعاكي اطفالك ومعاكي اولادك ومعاكي مثلا جيرانك ومعاكي اصحابك. ما تبقيش قاعده مثلا محرجه من لفظ معين اتقال او من كلمه معينه اتقالت. يعني احنا عايزين يقدر الفن اللي يخش كل بيت. يعني ما نبقاش مثلا ايه في رقابه عن هنا، بحيث اصل الفن برضو يعني مسؤوليه كبيره جدا. طبعا صح، يعني اكيد يعني الفنان ده حد يعني قدوه، لازم يبقى قدوه ولازم يبقى صحيح يعني لكل الناس اللي بتشوفه، لان في ناس بتحبه وتقلده. فيا ريت يقلدوه في الصح، يعني احنا عايزين ايه صح يعمل حاجه كويسه ويتقلد في الصح. بس ده الفن اللي انا احترمه بصراحه. غير كده او يعني الفتره اللي فاتت دي احنا شفنا كتير حاجات غلط حصلت من طب ومين من خلينا طيب عن السلبيات الكلمه، خلينا نتكلم عن مين من المطربين الجدد اللي بتحب اختياراته في الاغاني وشايف ان هو مشواره في الغنى مميز؟ كتير والله. كتير كتير فعلا بيختاروا حاجات كويسه طبعا. يعني انت حضرتك عايزه يعني مثلا ايه؟ طبعا في اسامي طبعا دي ما فيهاش كده. انت بتحب مين يا حسن؟ يعني مين اللي بيعجبك؟ انا بحب محمد اخويا جدا. بحب اسمع محمد كملحن كمان، انا بتكلم عن مطرب كمان بحب كمطرب بالظبط، بس انا بتكلم عن مطربين ليهم اعمال مميزه وشايف ان مشوارهم مميز. طبعا بحب امل ماهر جدا طبعا. يعني امل ماهر دي انا لا خلاف. بحب مثلا ليا مطرب صاحبي جدا اسمه رضا مندور، بيغني كويس وبيختار اغاني كويسه، كان عامل اللي يعرف حد زيك اغنيه مشهوره ما شاء الله يعني نجحت كويس. طبعا كتير من الموجودين كتير ما شاء الله، يعني في ناس بتختار حاجات حلوه جدا يعني. طيب تينا نسمع اغنيه تانية منك، وقالوا لي ان جاهزه اغنيه اسمها خلينا ساكتين. ماشي يلا نسمعها. اغاني قصرت معاك سبتك وشوف حياتك كده، مفيش اي حاجه حب خالص؟ لا في انا عامل اغنيه كلمات الشعر الجامد طبعا، حد محترم جدا الشاعر صلاح موندي. مين؟ الشاعر صلاح موندي. صلاح موندي اوكي. والحان سيد راضي برضه. وتوزيع موزع يعني هو ليه فضل كتير في حاجات كتير اتعمل في الاغاني دي. اسمه احمد شعتوت، موزع كبير يعني هو اسم كبير ما شاء الله عليه. فانا عامل اغنيه يعني واضح انك عامل ميكس حلو قوي من مع مجموعه متنوعه من الشعراء والملحنين. انا قعدت مثلا بتاع يعني مثلا حوالي سنه ونص او سنتين اجهز بس. طب طموحاتك ايه يا حسن؟ يعني بتحلم بايه؟ انا وقتي خلاص قرب يخلص، فطموحاتك واحلامك ايه؟ والله انا طموحاتي واحلامي ان انا اعمل فن يقدر يخش كل بيت طبعا، يعني يقدر يكون موجود في كل بيت، اللي مثلا الناس تسمعه مثلا ويبقى ما حدش مشمئز او حد متضايق او في كلمه غلط او في لفظ غلط طبعا او في حاجه مش كويسه. تبقى الناس قاعده مثلا مطمنه هي على اطفالها وعلى حياتها وهم قاعدين. مثلا نعمل حاجه تفيدهم، يعني مثلا انا لما قلت له عمرك ما هتعرف حد لما تعيشه بجد، فانا بقول له يعني دي حاجه ممكن تنطبق على صديق، ممكن تنطبق على حد، على حبيب، يعني سبت الموضوع مفتوح يعني. طيب اشكرك جدا يا حسن وبتمنى لك التوفيق، ونسمع منك بقى حاجه لايف. اتفضل. حاجه لايف. طب نقول قديم ولا جديد مثلا؟ اللي انت عايزه براحتك تماما. طب اقول لك الاغنيه الحب اللي انت كنت بتقول عليها؟ لا زي ما انت عايز، اللي يريحك. طيب اختيارك انت. بتكلم عنك اكتر ما انا بتكلم عني، صدقني انا يمكن حتى بحبك اكتر مني، وبشوفك بطمن على نفسي وبطمني، انا كل ما اشوفك احس النعمه اللي مسكتها بداية، انا اكتر واحد بيك محظوظ، انا ربنا راضي عليا،
بتحبني يعني الدنيا خلاص كلها كده ضحكت ليا. لو تقدر تدخل قلبي تشوف في ايه جوايا، هتحس ان انا بتقطع شوق علشان عايزك ويايا.